السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، مرحبا بكم في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين من قسم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. عنوان الدرس مراجعة عامة لاختبار نهاية الفصل الأول. ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. لقراءة رسالة بريد إلكتروني نضغط المجلد إنبوكس. أحسنتم يا أبطال. من مزايا استخدام البريد الإلكتروني سرعة تبادل المعلومات. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. عنوان البريد الإلكتروني يتكون من اسم المستخدم واسم والجهة والرمز. ما هو الرمز؟ أحسنتم يا أبطال. من آداب كتابة الرسائل الإلكترونية التحية. الملف الذي تضيفه للإرسال عبر البريد الإلكتروني يسمى مرفق. أحسنتم يا أبطال. عند استخدام البريد الإلكتروني لابد الحذر من البرامج الضارة. ينبغي لرسائلك أن تكون قصيرة ومختصرة. من الإرشادات في كتابة البريد الإلكتروني التأكد من موضوع الرسالة. أكمل الفراغ في العبارات التالية مما بين القوسين: مجاني، البريد الإلكتروني، الوقت. من مزايا استخدام البريد الإلكتروني، أحسنتم يا أبطال، إنه مجاني. أحسنتم، بارك الله فيكم. هو طريقة لتبادل الرسائل الإلكترونية. ما هو؟ البريد الإلكتروني. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. أجب عن السؤال التالي بوضع علامة صح أسفل الصورة المناسبة. كن حذرا عند استقبال البريد الإلكتروني من الطعام اللذيذ، خطأ، البرامج الضارة، صح. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. صل بين العمود ألف وما يناسبه من العمود باء. عند كتابة البريد الإلكتروني لابد من التأكد من سلامة المحتوى. من آداب كتابة الرسائل الإلكترونية التوقيع. أحسنتم يا أبطال. من برامج البريد الإلكتروني جوجل وأندرويد ميل. أحسنتم يا أبطال. رتب خطوات فتح البريد الإلكتروني ترتيبا صحيحا. افتح متصفح الإنترنت واكتب عنوان الويب www.outlook.live.com. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. اضغط مجلد إنبوكس البريد الوارد. ممتازين. 1 و2. لاحظ كيفية عملية التوصيل وكيفية الترتيب الصحيح للخطوات أمامكم. صنف ماذا يمكن إرساله عبر البريد الإلكتروني. طائرة، خطأ. سيارة، خطأ.
الألعاب خطأ، صورة رقمية صح يا أبطال، أحسنتم. سيدي خطأ، ألبوم الصور خطأ، ملف صوتي أحسنتم يا أبطال، صحيح، بارك الله فيكم. الآن سؤالنا الجديد وهو صحح الخطأ الذي تحته خط. عملية إرسال الفيديو عبر البريد الإلكتروني مكلفة، أين هو الخطأ يا أبطال؟ كلمة مكلفة، ما هو الإجابة الصحيحة؟ مجاني، أحسنتم يا أبطال. يستغرق عملية وصول البريد الإلكتروني وقتا كبيرا، أين هو الخطأ يا أبطال؟ كبيرا، أحسنتم. الإجابة هي قليل، أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. نلاحظ الإجابة أمامكم، انظر إلى رسالة البريد الإلكتروني، أدنى ثم أجب عن الأسئلة التي على اليمين. نقرأ الرسالة في البداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقي سعد، غدا سوف أذهب مع خالد للعب كرة القدم، هل تريد أن تأتي؟ تحياتي وتقديري حمد. نشاهد from hamadeducation.qa، وذلك from من أرسل هذا الرسالة، to إلى، subject عنوان الموضوع أو عنوان الرسالة. طيب عنوان الرسالة هو موضوع الدراسة، الدعوة للعب كرة القدم، يوم السبت. نشاهد أمامكم، غدا سوف أذهب مع خالد للعب كرة القدم، الدعوة للعب كرة القدم، أحسنتم يا أبطال، نضع عندها صح. إرسال إلى، إلى من نريد أن نرسل هذه الرسالة؟ صديقي سعد، أحسنتم يا أبطال، إلى سعد لأنه صديقنا، بارك الله فيكم. الأسئلة، أتمنى لكم النجاح والتوفيق. كان معكم الأستاذ معاذ بسام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.